إذن هذه الهيئة دي نبدأ بداية التعريف ديالها كيفاش تشكلات. إذن بعد الإضراب ديال 5 أكتوبر اللي كان ضد النظام الأساسي المجحف اللي تمارس علينا وتصدر، إذن قررت الهيئة ديال التدريس بصفة عامة من الابتدائي إلى الثانوي أنهم ينضموا تحت لواء واحد وهو الدفاع عن حقوقهم المشروعة لإسقاط هذا النظام البائس. وبالتالي فكروا الأساتذة بصفة عامة من الابتدائي إلى الثانوي أنهم يأسسوا هذه الهيئة الموحدة لأطر التدريس لهيئة التدريس وأطر الدعم. الفكرة بدأت نواة نتاعها من خلال المؤسسات التعليمية، بحيث أن كل مؤسسة اختارت أنها عبر واحد المحضر يعني ترشح واحد اللي غيمثلها الممثل ديال كل مؤسسة تعليمية. وكما قلنا ذاك المنسق كان الشرط نتاعو أنه يكون يعني لا منتمي، ويكون الهدف ديالو الوحيد والأوحد هو الدفاع عن الحقوق الشغيلة التعليمية، يعني ورفض هذا النظام بالدرجة الأولى، رفض نظام المشؤوم اللي هو لأنه فيه مجموعة من التراجعات. وبالتالي انخرطنا، يعني أنا كان اقتراح من طرف المؤسسة أنهم اقترحوني نكون أنا منسقة، وبالتالي كان لي الشرف أنني نحضر التأسيس في ذاك الجامع العام التأسيسي، والحمد لله مر في ظروف جيدة جدا. يعني كان كل شيء متحمل المسؤولية وحاسة بهذه المأساة اللي احنا واقعين فيها، فداز داك الشيء في واحد الجو ديمقراطي الحمد لله، كان له يعني واحد الأثر جيد حتى على السادة الأساتذة، لأنهم كانوا كيحسوا بأنهم يعني فقدوا الأمل واحد الوقت وكان خاص باش يردوا الاعتبار ديالهم. بالتالي المطالب نتاعنا اننا اولا خاص رد الاعتبار كرامه الاستاذ، يعني خاص الوزاره تعتذر على ان داك السلوكات والتصرفات اللي تمارست على الاساتذه في الاضراب ديال 5 اكتوبر في الرباط، يعني كانت تمارس عليهم واحد العنف وواحد التهديد وواحد الطريقه يعني ماشي هي هذيك. وثاني حاجه اسقاط النظام الاساسي المشؤوم اللي حنا رافضينه جمله وتفصيله، وخاصة من جانب العقوبات وبعض الأشياء اللي فيها تراجعات خطيرة على مكتسبات رجال ونساء التعليم، وتضر بمصالحنا يعني ماشي شيء غير مقبول، يعني ما شيء غير مقبول. وبالتالي هاد يعني العقوبات، يعني العقوبات اللي دخلنا في ديال العقوبات راه كنوجدوا مجموعه من المسائل اللي كنت انا كموظف في اطار الوظيفه العموميه، انه كانت عندي مكتسبات فاذا بي وليت يعني بحال العبد المشرط اللي حنا كنقدروا نقولوها، يعني كتمارس عليك واحد الاضطهاد من طرف، تولي مضطهد من طرف المدير، من طرف المفتيش، من طرف يعني ما بقاتش عندك واحد يعني واحد كتحس بانك مؤمن. وبالتالي حنا رافضين هذه المساله هذه. وثانيا تراجعات خطيره، وبالتالي بحال مثلا التكوينات، علاش غيديروا لنا التكوينات في واحد الاوقات اللي انت كعطله كتبغي ترتاح شي شويه باش ترجع الانفاس ديالك، فاذا بك ينزلوا عليك بواحد التكوينات حنا مع التكوينات المستمره، ولكن تكون في الوقت نتاع يعني داخل يعني داخل الاوقات نتاع العمل، خارج اوقات العمل الانسان كيكون مش يرتاح، راه تحني الله كنستجمعوا الانفاس نتاعنا، راه 30 ساعه، الساعه التضامنيه، الساعه التضامنيه حنا راه عاوتاني رافضينها، رافضينها لانها صراحه يعني كتشكل علينا واحد العبء ثقيل. حنا ما كرهناش اننا تكون الانشطه الموازيه ويكون تخفف من الساعات ديال 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 الدراسه بالنسبه للتلميذ، كيستافد منها التلميذ وكيكون حتى الاستاذ مرتاح نفسيا يعني وكيشخص داك الاشياء. وبالتالي حنا راه قلت لك انا كاين مجموعه من التراجعات، الملف المطلبي اللي حنا عندنا، حنا الملف المطلبي هو تسويه جميع الملفات، وقبل ما نسول الملفات غندوزو بعدا اسقاط هذا النظام وتعديله بصفة يعني شاملة، لأنه فيه تراجعات خطيرة. وبالتالي حنا كنتمنوا أنه الأساتذة، كنشكرهم بعدا على الانخراط نتاعهم في الإضرابات اللي هذو الوقفات الاحتجاجية، كنشكرهم والحمد لله إضرابات ناجحة، وقفات ناجحة، ونتمنوا أنه هذا الشيء إن شاء الله بحول الله راه غيؤدي أكيد إلى نتيجة جيدة ومرضية بحول الله. بخصوص أنا كممثلة ديال زنزانة 10 وكمتضررة فوج 1998 أقول لن نتنازل عن حقنا المشروع، لن نتنازل عن التسوية والترقية المباشرة والفورية مع جبر الضرر الإداري والمادي، لن نتنازل عن هذا المطلب. لا يعقل أن أستاذ ضرب سنوات ديال الخدمة، وفي التالي حنايا غادي يعني أننا غادي نزيد نكرسوا الوضعية تاعتنا الهشة، أصلا وضعيتنا هشة وأصبحنا أكثر هشاشة. وبالتالي انا كموسيقى الجهه اؤكد ويعني وغادي نقولها بصوت عالي، لن نتنازل عن حقنا المشروع في الترقيه بالاثرين المادي والاداري.